وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة. أستاذة مروة، بعد التحية، يعني مصر ومنذ بداية الأزمة تواصل جهودها وتضغط على الجهات المعنية لاستمرار دخول المساعدات للأشقاء في غزة، إلى أي مدى يساهم ذلك في تخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع؟ والله طبعا احنا لا يخفى علينا كلنا طبعا ان الوضع في قطاع غزة عمال يتأزم يوم بعد يوم. أكيد كل حجم المساعدات اللي احنا بنحاول ندخلها، واللي احنا طبعا لامسين ان يعني تقريبا مصر مدخلة يعني أكثر من ثلثي كمية المساعدات داخلة من مصر، يعني تبرعات من مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة والمواطنين اللي تبرعوا لمؤسسات دي أو حاولوا يجيبوا حاجات عينية ويدخلوها هناك، وطبعا الهلال الأحمر. بس طبعا عمر كل المساعدات دي ما هتكفي حجم الكارثة اللي هم فيها دلوقتي، الوضع المتردي، عدم وجود مياه شرب وعدم وجود أدوية مستلزمات طبية، عدم وجود أطعمة وعدم وجود أغطية، فقدوا منازلهم وفقدوا كل حقوقهم في الحياة في احتياجات أساسية. يعني في سياق ذكرك للجهات، هناك التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة، يعني كان لهما دور فعال لإدخال المساعدات لقطاع غزة، كيف ترين هذا الدور في إطار الدعم المقدم للأشقاء ونحن نتحدث عن حوالي 70 يوما من الأزمة؟ يعني يكفي أني أقول لحضرتك إن إحنا طول الوقت شغالين على قدم وساق. مؤسسات التحالف الوطني بكافة مؤسساته وحياة كريمة لا يشغلها بال إلا إن إحنا إزاي نوفر كافة المساعدات اللي نقدر عليها علشان تدخل. بنتحمل فكرة التنظيم لهذه القوافل بشكل منظم علشان تدخل وتبقى يعني واخدة موافقة للدخول. بنحاول بقدر الإمكان نسعى في إن إحنا نرصد الاحتياج الحقيقي من واقع اللي بيعيشه الشعب الفلسطيني هناك علشان نقدر نبقى معاهم طول الوقت. مؤسسات التحالف وحياة كريمة طول الوقت يعني ما بتدخرش أي جهد ولا وقت علشان تقدم كل اللي نقدر عليه من مصادر دعم لأهلنا في فلسطين. نعم، الأستاذة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، كنت معنا مباشرة، شكرا جزيلا لك.